بالظبط لازم كده. تفهم ايه الموضوع. في لمبه حمراء ازاي فرقه ازاي فرقه تلعب 180 دقيقه دفاع ويضغط عليها فريق بحجم الوداد على ارضها وبره ارضها، هجوم ساحق مستمر وما يسجلش فيهم ولا جون، وهم من كره واحده يروحوا يجيبوا جون يوصلوا بيه للنهائي. ازاي فرقه زي دي تكسب 4 على ارضها فريق زي سيمبا وترجع كادت ان تخسر بنفس النتيجه بالظبط؟ كان يعني برضو ضغط شامل نفسه سيبهم 4 في دور المجموعات صحيح، وما عرفش يصعد صحيح. ولما اجي ابص كمان يمكن هنستعرض معاك بعض الارقام الخاصه بالمشاركه المحليه، يعني يمكن المشاركه المحليه كمان اسوأ بكتير جدا فعلا. تقول انه الفرقه دي لا مش يعني في حاجه غلط الموضوع. شوف الفرق اللي زي دي، خلينا نتكلم عن كايزر تشيفز تحديد، بلاش كلام عام. يعني كايزر تشيفز عنده حتتين، اولا طبعا التوفيق كان مصاحبه، خلينا يعني نتفق ان حتى تحديدا في مباراه الوداد التوفيق كان مصاحبه جدا، وصعوده على حساب الوداد ما كانش هو نقدر نقول انه صعد صعود مستحق. هو خطف جون في مباراه كازابلانكا وقدر يحافظ عليه لنهايه المباراه، وعلى ارضه تعرض يعني لهجوم كاسح ومع ذلك لم يستقبل اهداف. لكن كايزر تشيفز من الفرق اللي بتعتمد على بعض التكات الفنيه في خلال مبارياتها. اذا الفريق اللي قدامها قدر يوقف اذرع الاخطبوط القويه هيقدر بسهوله يقتحم هذا الفريق، يشله هجوميا ودفاعيا وتقدر بسهوله تقتحمه. ده اكيد بيتسو موسيماني احنا هنتكلم ايه هم ايه هي نقاط القوه. طب تاجل لي نقاط القوه ونقاط الضعف، تعالى نشوف ارقامه في نبتدي بايه. تحب تبتدي بايه؟ يلا بينا مثلا نشوف، خلينا نخلص من الدوري الاول. طيب نشوف عمله ايه الدوري المحلي. تمام، نشوف ارقام كايزر تشيفز في الدوري المحلي. طبعا ارقام صادمه، يعني هم لعبوا 30 مباراه لحد دلوقتي، هم الثامن في الدوري، عندهم 36 نقطه. انا كان يعني هم طبعا يعني يمكن كانوا قبل كده دايما بحس انه اورلاندو بايرتس، كايزر تشيفز، سان داونز، دول اهلي زمالك اسماعيلي. طبعا انا مصمم على الاسماعيلي حتى رغم انه مستواه متراجع، بس هو طبعا يظل واحد من الثلاثه الكبار. هو الاسماعيلي على يعني دارج على لساننا دايما. يعني نتمنى صحيح. طبعا انه يرجع نتمنى ان شاء الله طبعا طبعا. ليهم طبعا هم الترتيب الثامن في الدوري، ليهم 36 نقطة من 8 فوز و10 هزيمة و12 تعادل، واحرزوا 34 هدف وعليهم 37 هدف حتى حصيلة اهدافهم بالماينس. ده 37 هدف ده يعني في 30 مباراة، يعني بمعدل اكتر من هدف اكتر من هدف في كل مباراة، هدف وربع تقريبا بالظبط. فطبعا دي ارقام ستيوارت باكستر المدير الفني بتاع هو ده بقى نقطه التحول. ما زي ما بقول لك في اوقات زي ما عمل توماس توخيل مع تشيلسي، يعني قبل وصول توخيل مع تشيلسي مع لامبرد تشيلسي مع لامبرد كان رايح في داهيه، يعني كان سيء جدا بيقدم مستويات خصوصا دفاعي. هم هجوميا كان لحد ما ليهم شكل، لكن دفاعيا فعلا كانوا مخترقين وبداوا يروحوا بقى للمركز 9 و10 ويبعدوا حتى عن التاهل لليوروبا ليج. توخيل عمل معجزه، عمل بس ايه، هو يعني اعتمد على قدر يطلع من اللعيبه افضل ما عندهم. هو ده ملخص الموضوع. ستيوارت باكستر عرف يطلع من لعيبه كايزر تشيفز افضل ما عندهم. راجل بيروح لما بيلعب في مباراه قدام فريق اقوى منه خارج ارضه بيروح يلعب 3 5 2 وما عندوش مشكله خالص، واقرب كمان ل 3 6 1 اللي هو ستاره دفاعيه قويه. وانت بقى يعني هاجم براحتك وريني شطارتك. مصدر قوتي انا ايه ككايزر تشيفز هنتكلم عنها الكرات العرضيه. فانت في عندك زي ما برضو توماس توخيل عنده سرعات وعنده مهاره في ميسون ماونت، عنده مهاره في حكيم زياش، فعرف يعتمد على الهجمات المرتده، يقفل برضو دفاعه بشكل صلب جدا ويعتمد على الهجمات المرتده. هي دي نقاط التحول اللي بتغير شكل او موسم فريق.